وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول. يعني بعد التحية دكتور، مصر لديها خبرات كبيرة في مجال الصناعة البترولية، كذلك صناعة البتروكيماويات. برأيك إلى أي مدى يسهم ذلك في تحقيق الاستفادة لبقية دول القارة الإفريقية؟ هي المؤتمر بيأتي في نسخته الخامسة، وده دليل على أهمية المؤتمر واهتمام كل المهتمين بصناعة البترول والغاز على مستوى العالم بهذا المؤتمر، لأنه من الحدود نقدر نلاحظ أنه معظم شركات البترول العالمية وزراء البترول في مختلف دول العالم بيصروا على حضورهم، فده معناه أنه هذا المؤتمر له ثقله. النقطة الثانية أن مصر أصبحت ملتقى الحقيقة لكل المهتمين بصناعة البترول والغاز بعد تحقيق طبعا الاكتشافات الكبيرة في منطقة شرق البحر المتوسط. صحيح. وتكوين منتدى غاز شرق المتوسط وتحوله إلى مركز إقليمي للطاقة. ده كله بيأتي في إطار اهتمام السيد الرئيس بهذا المؤتمر، وحضوره طبعا بيدي أهمية خاصة للمؤتمر وبيدي ثقة احنا نتذكر انه في المؤتمر الاول لما الرئيس قال ان احنا ملتزمين بسداد ديون شركات البترول الأجنبية، ده ادى ثقة لضخ المزيد من الاستثمارات في صناعة البترول، وبناء عليه تحققت الاكتشافات المختلفة. طب بذكر كلمات حضرتك يا دكتور، اسمح لي، يعني حرص القيادة السياسية على افتتاح هذا المعرض السنوي وفي نسخته الخامسة، يعني هل يعد رسالة واضحة للعالم؟ طبعا رسالة واضحة بتظهر ان مصر بها استقرار سياسي واضح. نعم. جدا لها ثقل سياسي واضح جدا، فالمؤتمر بيعتبر نافذة للدول القارة الإفريقية تحديدا وباقي دول العالم. نعم. إنه بيتم فيه لقاء كل خبراء البترول. صحيح. مناقشة أهم التقنيات الحديثة في مجال التنقيب والتكرير والتسويق، كل ما يتعلق بتلك الصناعة سواء كان أبستريم أو داونستريم، بنخرج منه الحقيقة بنتائج وتوصيات هامة جدا. الحقيقة يعني أنا فخور إنه هذا المؤتمر بيتم عقده في مصر وبصفة منتظمة، حتى مع وجود عارفين العالم كله تعرض لمشكلة كبيرة بانتشار كوفيد 19 طبعا، إنما استمرينا الحقيقة في الاستراتيجية بتاعتنا، استراتيجية الطاقة المتكاملة المستدامة، ودي استراتيجية الدولة. نعم. واللي خد قطاع البترول على عاتقه تنفيذ تلك الاستراتيجية. المشاركون في الجلسة الحوارية الأولى كما شاهدنا يعني يا دكتور حول الطاقة في إفريقيا ومؤتمر تغيير المناخ المنتظر إقامته في مصر كوب 27، أكدوا على أهمية زيادة الاعتماد على تصنيع البترول ومشتقاته في إفريقيا، كما أكد أيضا السيد الرئيس على هذا. برأيك يا دكتور، يعني إلى أي مدى سوف تصل هذه التوصيات أو هذه الصورة في التحقيق على أرض الواقع؟ هو الحقيقة مصر بتعتبر عاصمة الطاقة الجديدة والنظيفة في العالم. نعم. احنا عارفين ان احنا افتتحنا اكبر مكان لتوليد الطاقة الشمسية في أسوان. صحيح. في محطة بنبان. وده طبعا لقى استحسان دولي كبير جدا، ماشيين في استراتيجية استخدام الهيدروجين والطاقة النظيفة بشكل واضح جدا. موضوع التلوث البيئة وتقليل الانبعاثات مصر جادة جدا فيها، رغم ان العديد من الدول لا تهتم بذلك. فكل مصر تستضيف مؤتمر المناخ لها الحقيقة ما يؤهلها لذلك، ما يدي للعالم كله ثقة ان مصر تستطيع وتقود الطاقة النظيفة وبالتالي الحفاظ على البيئة
سواء في قارة أفريقيا أو على مستوى العالم. دكتور، يعني من ضمن الموضوعات المطروحة بالفعل في النسخة الخامسة لهذا المؤتمر هو سبل الوصول بصفي الانبعاثات إلى صفر، يعني عبر تعاون طبعا القطاع العام مع القطاع الخاص وضخ الاستثمارات المتاحة من قبل تعاون الدول المختلفة. مدى أهمية ذلك يا دكتور؟ لا بقى طبعا هو الوصول انه الانبعاثات تصل الى زيرو، ده امر الحقيقه في غايه الصعوبه ويمكن يصل الى المستحيل، انما بقدر الامكان ما نصب اليه وما نرجوه هو تقليل الانبعاثات. نعم. احنا عارفين انه هناك من الدول الصناعيه الكبرى اللي رفضت حتى التوقيع على اتفاقيه المناخ لانها يعني الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال بتستهلك حوالي 25% من الطاقة الأحفورية الملوثة للبيئة، ودي كميات كبيرة جدا بتؤدي إلى تزايد ثاني أكسيد الكربون في الجو وبالتالي زيادة التلوث البيئي على مستوى العالم، لأن احنا كلنا عايشين في الكرة الأرضية والهواء بيتغير من مكان لآخر، التلوث يتغير من مكان أو ينتقل آسف من مكان لآخر، وبالتالي يجب أن يلتزم الجميع بالمواصفات والتحذيرات اللي بتخرج من المؤتمرات اللي بتبقى هدفها الرئيسي الحفاظ على البيئة وتقليل التلوث. مصر الحقيقة مصر الحقيقة هي رائدة في هذا المجال وتحاول بقدر الإمكان تقليل الانبعاثات البترولية. احنا شفنا انه احنا بنحول السيارات من استخدام المشتقات البترولية البنزين والسولار الى استخدام الغاز الطبيعي. صحيح. ده بيساهم في عملية تقليل الانبعاثات وتقليل التلوث. بنستخدم الغاز الطبيعي بدلا من الغاز البوتاجاز، وده ايضا بيقلل من الانبعاثات الملوثه للبيئه. فنملك ان احنا نقلل بقدر الامكان على مستوى قاره افريقيا، واعتقد انه دلوقتي مصر لها ثقل سياسي كبير جدا على مستوى القاره الافريقيه، وتستطيع قيادة ذلك على مستوى إفريقيا بل وعلى مستوى العالم. طب دكتور، احنا عندنا مثال واضح وهي أوروبا والبحث عن الطاقة الخضراء في ظل خروجها عن القوتين الرئيسيتين في الاقتصاد وهما روسيا والصين، والبحث كما ذكرت عن طاقة خضراء وتدوير المواد مرة أخرى والطاقة النظيفة. هل من المتاح النجاح في القارة الأفريقية؟ بالتأكيد، يعني القارة إفريقيا كمثال، طبعا كمثال، يعني أعتقد أن هي من أقل القارات التي تسبب التلوث على مستوى العالم. إحنا عارفين أن مستوى الدخل وطبعا المستوى الاقتصادي واستهلاك الطاقة دول وجهين لعملة واحدة. طبعاً. كلما زاد المستوى الاقتصادي او النمو الاقتصادي بيزيد بيتزايد معه استهلاك الطاقة. فافريقيا يعني من الدول الاقل استهلاكا للطاقه، خاصه الطاقه الاحفوريه، وربما تكون هي مكان مثالي لتوليد الطاقه الجديده خاصه الطاقه الشمسيه، لان احنا عارفين ان خط السرطان بيمر بالمنتصف القارة تقريبا أو في التلت الأعلى من وبتبقى جو مثالي الحقيقة سطوع الشمس لفترات طويلة. من خلال ده ممكن طبعا السير في استخدام الطاقة الشمسية بدل من الوقود الأحفوري اللي هو أجلا أو عاجلا هيتم استنفاده، وهيبقى هو المصدر الوحيد للطاقة أو الأهم مصدر للطاقة على مستوى العالم. وزير الطاقة النيجيري اليوم في الجلسة الأولى قال إن شعوب القارة الإفريقية عليهم الاستفادة من الموارد كما ذكرت حضرتك، يعني هناك موارد كثيرة وطبيعية، والانفتاح أيضا على الخبرات الجديدة ومواصلة الاستثمار في قطاع النفط والغاز. أيوة فهم. تعليق حضرتك.
طبعا هو بيتكلم كلام عقلاني جدا، كلام منطقي جدا. المهم انه يا فندم استخدام الطاقه الجديده والمتجدده ده بيستوجب انشاء صناعات زي صناعه الخلايا الشمسيه، صيانه تلك الخلايا، عمليه انشاء زي ما قلنا المزرعه الكبيره اللي هي بتولد طاقه شمسيه في اسوان. للأسف نحن في بداية أو وضع أو تنفيذ استراتيجية جديدة لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. اللي يعوق ذلك هو التكاليف الباهظة للبنية التحتية لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. وطبعا أفريقيا احنا عارفين معظم الدول الأفريقية ما هي شديدة الثراء، وبالتالي بتحتاج كميات كبيرة من الأموال لوضع البنية التحتية لاستهلاك أو لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. إحنا في مصر الحقيقة بدينا بداية رائعة جدا في هذا الخصوص، ويمكن أن نقود القارة الإفريقية في هذا المجال. بقى عندنا الحقيقة بدأنا بإنشاء مصانع لوضع أو تكوين المواد أو الأجهزة التي من خلالها نستطيع أن نبدأ في السير في تلك الاستراتيجية بإذن الله. دكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، شكرا جزيلا لحضرتك.